صباح الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث تكون الأجواء صافية مع 29 درجة مئوية، الملموسة 27 والرطوبة حوالي 50%، والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي على الإفطار في الخارج سيكون جيد. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تكون الأجواء حارة نسبيا، المفرق 30 إلى 18، إربد 29 إلى 18، جرش 30 إلى 20، وعجلون 27 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء، غبار خفيف 31 إلى 20، عمان 29 إلى 19، البلقاء 29 إلى 20، مأدبة 30 إلى 19، والبحر الميت 36 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 28 إلى 18، الطفيلة 28 إلى 18 أيضا، الشروبك 26 إلى 16، معان 29 إلى 17، والعقبة طقس حار 37 إلى 25 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، رياح نشطة وغبار خفيف في الأزرق 34 إلى 20، أرويشت 33 إلى 19، والصفاوي 34 إلى 19 درجة مئوية مع غبار خفيف. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. نهار سعيد، نتمنى للجميع، وللقاء.